اوكي، بسم الله. الأهداف الرئيسية للبرنامج، أول حاجة إن إحنا عايزين نعمل نشوف إيه الصلة بين إن إحنا كنا دايماً بنعرف حاجة اسمها بيزنس بلان واستراتيجيك بلان و و و، لكن إزاي دي نطبقها أو نبلورها في شغلنا؟ يعني هل الناس اللي بيعملوا الاستراتيجيك بلان والبيزنس بلان دول بيعملوا حاجة وبعدين إحنا بنشتغل كده عادي، ولا نشتغل حاجة تانية؟ لا، احنا بنشتغل ان احنا سيلز اند اوبريشن، في سيلز اند اوبريشن بلاننج فانكشن لها علاقة مباشرة بالبيزنس بلان بتاعتنا، وازاي احنا نطبقها ونبلورها زي ما هنشوف دلوقتي في كل خطوة من الخطوات بتاعتنا. هنقدر نشوف احنا عندنا دايما في السيلز اند اوبريشن بلاننج بنتعامل مع تو فاريبلز، اللي هي الطلب او الديماند من السوق، والسبلاي اللي هو التوريدات او الامكانيات بتاعتنا اللي تواجه هذا الطلب. وبعدين هنبدا اول ما نشوف الاطار الفكري ده، هنبدا نشوف ده هنتحول ده اللي نحطه كده مبدئيا في سبريد شيت عشان نشوف الدنيا تتجمع زي مع بعضيها، مش الصوره الجزئيه، مش كل وظيفه لوحديها، لا هيبقى عندنا حاجه مجمعه. طبعا ده بالنسبه بغض النظر انت هتبدا تشتغل بعد كده على ERP سيستم او انت هتكمل على سبريد شيت، انت لازم تعمل حاجه بايدك الاول، لازم تطبخ الطبخه وبعدين بعد كده تشتغل على ERP سيستم. ما ينفعش تشتغل على ERP سيستم وانت مش عارف الطبخه عامله ازاي. وهندي امثله على ازاي ان احنا نعمل اوبتمايزيشن او نعظم الحلول بتاعتنا ببدائل مختلفه وتطبيقها ديت على برضو على اكسل، وبعدين نشوف هل الكلام ده ممكن يتطبق على اي ار بي سيستم ولا لا. يبقى اذا احنا بنقول عندنا بزنس بلان او استراتيجيك بزنس بلان، عندنا سيلز اوبريشن بلاننج اللي عايزين نترجمها لعلاقه بين الديماند والسبلاي، ونترجمها للعلاقه بينها وبين الوظائف الثانيه في الشركه او في المنظمه بتاعتنا، بغض النظر بقى وظائف التسويق، وظائف الانتاج، وظائف السبلاي تشين، وات ايفر. هنشوف كل الكلام ده وازاي الانتراكشن بينهم ازاي. هنعرف برضو لنا ما دام احنا بنطبق تطبيق يبقى لازم نعرف الكي بي ايز او مؤشرات الاداء الرئيسيه بتاعتهم هي ايه. ثم بعد كده هنخش على البروسيدرز او الخطوات، لان مش هتبقى عشوائي، لان اوريك نقول لك في خطوات سيستماتيك لازم تعملها، بروسيدرز معينه لازم تعملها متعارف عليها عشان فعلا تكون انت بتطبق الاس اند او بي. مش هي اي واحد يلا اعمل انت اس اند او بي وخلص الموضوع على كده، لا ده فيها خطوات معينه. ثم بعد كده نخش احنا فهمنا كل ده وعرفنا البروتوكول بتاع ده وعرفنا الخطوات بتاعتها وعرفنا نطبق ونطبقنا سلات و نقدر نشوف بعد كده التطبيق على الاي ار بي سيستم. وبالتالي احنا هنبقى الاطار الفكري النهارده، وبعد ندي بعض الامثله اللي حصل ايه. السيشن اللي جاي هيبقى تمارين كويسه مفيده في قطاعات مختلفه، والسيشن الثالث تطبيق عملي سواء اي ار بي سيستم او لو حد عنده مشاكل في التطبيق بتاعه هنبدا نعمل الاوبن discussion عليه. زي ما احنا قلنا ده بنحول بقى الاستراتيجيك بيزنس بلان ديت الى خطه متوسطه او قصيره المدى من تشغيليه، بنشغل بقى الخطه في البيزنس بلان دي نعملها تشغيليه، يعني نترجمها ازاي لتشغيل. لان احنا عندنا لو ما عندناش دي اللي هي سيلز اوبريشن بلاننج اللي احنا انا بعتبرها اللي هي السره بتاعت الشغل، لو ما عنديش دي عندي عناصر كتيره، لان السيلز اند ماركت عايز يعمل بلان، البرودكشن عايز يعمل بلان، والسبلاي عايز يعمل بلان، والبرشيزنج عايز يعمل بلان، والانجيرنج عنده بلان، والفاينانشال عنده بلان. يعني سيلز اند ماركتنج بلان
عنده بلان عشان يدخل نيو برودكتس، عنده فوركاست، عنده تارجتس عايز يحققها، البرودكشن بلان، عنده برودكشن كاباسيتي، وهو هيبقى عنده ايه كاباسيتي السنه اللي جايه، والستاف اللي موجود والقدرات بتاعتهم ايه، السبلاي بلان عنده، الانفنتوري ليفلز مساوات المخزون عايز يحددها، عايز يشوف الاستورج كاباسيتي الموجوده وهل مناسبه ولا مش مناسبه، عايز يشوف اللوجيستكس اللي هي التوريدات ولا او الخارج الان باوند والاوت باوند لوجيستكس اللي هي توريدات الداخل الخارج اللي داخله اللي يسموها الان باوند لوجيستكس او التوريدات الخارجه من عندي، دي طبعا متعلقه بالسبلاي تشين. طبعا عندي البرشيزنج بلان، لازم يبقى عنده سورسنج بلان، خطه بقى للموردين وخطه للاحتياجات بتاعته، يحطها من بدري علشان يقدر يبدا يعمل الاكشن بتاعه، مش هيعملها عشوائي. وبعدين عندك انجينيرنج بلان، ايه الاكويبمنت نيدد لو محتاجين معدات جديده، وعندي بروسيسز هتتغير ولا هنرفع كفاءه المعدات بتاعتنا ديت ولا عايزين معدات جديده، هو تيفر اللي احنا عايزينه. عندي اهم حاجه كمان الفاينانشال بلان، ايه التكلفه بتاعتنا ايه، والكاش فلو بتاعنا ايه، والبادجت بتاعتنا ايه، وهنمول الكلام ده ازاي، علشان كل ده كان لازم الفانكشن بلان الفاينانشال بلان تتبني عليها، مش الناس بتوع الفاينانس هيقعدوا مع نفسهم يعملوا الخطه بتاعتهم كده لوحدهم، ولكن ترجمه كل هذه الخطط لما تتجمع مع بعضها في السيلز اند اوبريشن بلان. طيب برضو من ضمن التعريف بتاعتنا ان احنا بنقول ان هي ديت ما هياش لاي حد، ولكن للسينيور مانجمنت، لان ديت قرارات بتحول الاستراتيجيات لقرارات تنفيذيه، فما ينفعش اروح اقول له تعالى يا ابني انت هو اقعدوا كده اعملوا سيزن ورشه بلان، لا دي مهمه رئيسيه طبعا هيتحضر لها زي ما هتشوفوا دلوقتي من ادارات كتير علشان نيجي نقعد، لان هي دي هتبقى قرارات بتتخذ كل شهر وفي بدايه السنه زي ما هنشوف برضه، واخد بالك؟ يبقى اذا دي اول حاجه او دي ثاني حاجه بعد حكايه التوفيق مع البلانز. برضه كده لازم ان احنا نفهم ان السيزن اوبريشن بلان دي مش بتعمل لشهر بشهر، ولكن هي بتمتد تايم فيز، بيحصل لها بروجيكشن على مدى اشهر كثيره. طبعا هو هنا كاتب من 18 ل 24 شهر، لكن هي انا في تطبيقاتي ما بتعداش 12 شهر، لان 18 ل 24 شهر دلوقتي في انسرتينتي عاليه جدا، ما ينفعش يعني، وهنقول هنعمل 12 شهر دول حتى على اربع، يبقى ربع واضح وربعين كده تقريبيا، وهكذا هنشوف دلوقتي الكلام ده عن الديماند وعن النيو برودكتس وعن السبلاي وعن الفاينانشال ريزلتس لما هنتخذ قرارنا، لان كل حاجه من دول القرار بتاعنا هيتحدد من خلال الفاينانشال ريزلتس. طيب يعني هي يعني الاس اند او بي ده بيخلي البيزنس بلان ديت تترابط او الايند، او نخلي الاول فانكشنز اللي موجوده في الادارات المختلفه او الوظائف المختلفه بتاعه الشركه ان هي كلها خلاص بقت مرتبطه او بتحقق البيزنس بلان بتاعتنا، سواء على مستوى الوظائف او على مستوى الجغرافي او على مستوى افرع او ادارات الشركه. يعني اذا هي السره او العصب الرئيسي اللي بيترجم الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في البيزنس بلان والكلام ده كله، هنحوله وهنشوف ازاي الكلام ده كله. طيب احنا عارفين ان احنا لو اشتغلنا لوحدينا، كل واحد يشتغل لوحده، فهتبص تلاقي بتاع المشتريات بيفكر بطريقه، بيحط لنفسه مستهدفات، وبتاع السيزون ماركتنج يحط لنفسه مستهدفات ويحط تارجت، وبتاع الماليه يحط، وهكذا. طيب السيزن اوبريشن بلاننج وظيفته ان هو يجمع الناس دول عشان يقعدوا مع بعض عشان يشوفوا الصوره الكليه، عشان يعمل كونسنسس يعني اجماع او اتفاق على خطه تشغيليه مشتركه معانا كلنا، بيننا وبين بعض كلنا.
من غير هذا السيز اند ابروش بلاننج يبقى كل واحد شغال في وادي ومالوش علاقه بالتاني، لانه اي شركه عندها موارد، في بعض الموارد بنسميها موارد كريتيكال ريسورسز او موارد حرجه او موارد نادره، عايزين نستخدمها احسن استخدام وتجيب لنا اعلى بروفيتابيليتي عشان تحقق الكاستمر نيدز بتاعتنا، يبقى اذا انا فعلا السيلز اند اوبريشنال بلاننج حقق الاغراض بتاعتي. يبقى زي ما احنا قلنا السيلز اند اوبريشنال بلاننج بيترجم الاستراتيجيك بزنس بلان لمعدلات انتاجيه، بيحصل له كونتينوس ابديت للبرودكشن والفاينانس والسيلز، كل ده هيحصل له كونتينوس ابديت كل شهر. وبياخد بياخد زي ما هو بيحدث مع كل دول بياخد المعلومات بتاعته، وهنشوف دلوقتي الانبوتس والاوتبوتس بتاعه بياخدها من كل الوظائف الموجوده في المشروع، وبعدين بيبقى اجتماع شهري مع السينيور اكزيكتيف زي ما احنا قلنا عشان نحل اي تريد اوفز، ازود المخزون ولا اقلل الانتاج ولا ارفع وات ايفر، او ازود المبيعات وات ايفر اللي احنا نتفق عليه. واذا انا ما دام هو عامل بروجكشن للمستقبل وده مهم جدا، ما بشتغلش شهر بشهر، لا انا عايز اشوف اذا كانت الريسورسز بتاعتي في المستقبل الشهر اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه، خاماتي، معداتي، عملتي، فلوسي كافيه لان انا اقدر احقق الخطه بتاعتي دي ولا لا. اوكي، هنا طبعا انا كل شويه هاخد مثال من شركه من الشركات اللي بتطبق الاس اند او بي، لان في ناس حضراتكم طبعا عايزين يبقوا يسمعوا عن الموضوع ده، فانا باخد هنا شويه ديفينيشنز من ساب واخد حاجات من اوراكل وهكذا وندي امثله. فهنا في ساب بيقول لك سيلز اند اوبريشن بلاننج از ا سيت اوف ديسيجن ميكنج، هو مجموعه من اتخاذات قرار تو بالانس، زي ما نقول بالانس الديماند والسبلاي، to integrate financial planning and operational planning، يعني كل الخطط بتاعت الانتاج وخطط الخطط الماليه بتاعتنا هي ترجمه للانشطه بتاعتنا، and to link high level strategic plan with day to day operation، ترجمه الاستراتيجيك بلان بتاعتنا للخطوات او الاعمال التشغيليه اليوميه وهكذا. لان هي بتعمل ايه زي ما هو كتب لك هنا، determine feasibility of demand signal، يعني كل ما هيجي لي ديماند ويحصل لي ابديت وهنيجي اول الشهر ونشوفها بيجي لي ديماند سيجنال، طيب اللي هي السيلز اوردر خلاص عايز اشوف اتاكد منها، فلازم اتاكد منها، لازم اتاكد ان في ريسورسز وفي ماتيريال وفي واقدر انفذها ولا لا، يبقى هنا الفيزابيليتي. projecting capacity shortage and access، وهنا زي ما احنا قلنا ان احنا بنستخدم البروجكشن بلان زي ما هنشوف دلوقتي في الاكسل شيت ده، بيعمل projection على على الفترات اللي جايه، بيشوف اذا كان الكباسيتي بتاعتنا دي كافيه ولا لا، balancing demand and supply plus financial impact، هنعمل بالانس بين السبلاي والديماند وهنشوف ازاي هنعمل البالانس ده، وكل ما هنعمل البالانس ده وهنشوف البالانس ده باكثر من طريقه كل مره نشوف النتيجه الماليه ايه، لان دايما قراري لازم اشوف النتيجه الماليه الاثر بتاعه ماليا. طبعا هي زي ما كاتب هنا consistent repeatable process، عمليه مكرره مستمره. زي ما هنا بوريك هنا الخطوات دي برضه هيقول لك المره اللي جايه sales and marketing forecast ماشي، وبعد كده بنجمع او نتفق على consensus demand planning، احنا عايزين ايه نتفق معاه، لان هنتفق مع ناس كتير، لان اللي انا عايزه مش هقدر احققه، لان انا عندي هنا sales and marketing وعندي هنا الاوبريشن وعندي الفاينانشال وعندي السبلاي تشين، فلازم يبقى كلنا مجمعين على دي نقدر نحققها، وان هي ديت اللي هي المطلوبه او قريب من المطلوب زي ما احنا نتفق وهنشوف الكلام ده ونحققه ونعمل عليه اكسرسايز. ده يترجم لريفينيو وبروفيت وامباكت، كل مره لان احنا هنشتغل على سيناريوهات، فكل سيناريو هنشوف الايه الريفينيو والبروفيت بتاعته.
لكن احنا واحنا بنشتغل احنا ممكن نشتغل، واحنا كمان عايزين نعظم مثلا البروفيت او عايزين نخفض التكلفه او هكذا، احنا ممكن نحط كونسترينز او قيود، نقول والله بس بشرط ان انا مثلا ما زدتش في المخزون عن قد كده. يبقى اذا برضو هنا بقدر احط كمان زي ما انا بحاول اعظم الاهداف بتاعتي زي الريفنيو مثلا، يبقى هنا برضو هنا انفنتوري تارجت ان هو ما يزيدش عن حد معين او ما يقلش عن حد معين. وهنشوف مثال على الاكسل هنعمله مع بعض كده، ونحط بروجكشن ونشوف الكلام ده هل هيتحقق في المستقبل ولا لا. ماتيريال كاباسيتي كونستريند بلاننج، طبعا هنا لابد ان يكون الكلام ده موجود في ضوء الكاباسيتي، وزي ما هنتعرف على الرفكات كاباسيتي وهنفهم ايه البلاننج انواعه ايه المختلفه، وهنعرف نعرف ان في حاجه اسمها فاينايت بلاننج وانفاينايت بلاننج. انفاينايت بلاننج يعني انا بشوف الخطه بتاعتي احققها ازاي، بس ما بحطش في الاعتبار الكاباسيتي بتاعتي لما اجي انفذ وعايز اتاكد من الفيزابيلتي بتاعتها، لازم اعملها فاينايت. يعني ايه فاينايت؟ يعني اقول بحيث ان هي الطاقات بتاعتي والماتيريال بتاعتي والعماله بتاعتي تقدر تغطي هذا الكلام. يبقى هنا بنحط الريسورسز بتاعتي، يبقى هنا ايه فاينايت. تيك كير يا جماعه، في الاي ار بي سيستم في ناس كتير بيشتغلوا انفاينايت وما يحاولش يتعب نفسه في انه يخش في الفاينايت، لان الفاينايت فيها مشاكل كتير وهنتكلم عنها ان شاء الله في التطبيقات في الاي ار بي، لكن هنشوفها كمان في الاكسل داي. طبعا هنا في الاخر يبقى لازم الصوره الكليه تبقى قدام الاكزيكتيف اللي هو المدير التنفيذي بتاعنا، اكزيكتيف ريفيو اند ريال تايم اناليس. لان الميزه بقى لما بتشتغل في الاي ار بي سيستم بتعمل وات اف وتغير السيناريوهات دي كلها يديك النتيجه، تقدر تشوف بقى انهي واحده فيهم اللي هتناسبك وتخش عليها. هنا برضو الـ نفس الخطوات اللي احنا لسه متفقين عليها هي موجوده اهي، سيلز اند ماركت فوركاست، وبعدين كونسنسس الاتفاق، وبعدين انفنتوري تارجت وسيتنج بروجكشنز نشوف هيبقى شكله ايه في المستقبل، مش عايزين نزيد عن حجم معين، وبعدين نتاكد من الماتيريال الموجوده والسبلايز كافيين واللوجيستكس كافيه، ونحط الكونسنس كلها، وبعدين نشوف النتيجه بتاعتنا في البروفيت، وبعد كده نشوف الايه. طيب يبقى اذا احنا عندنا المفروض السيلز اند اوبريشن بلاننج كومبليت سكيلابل موديل. يعني ايه سكيلابل موديل؟ يعني ان هو بيتفصل على كل الفانكشنز بتاعتنا، ديتيرمين سبلاي تشين اند فاينانشال موديل ات اجريجيت اند ديتيلد ليفلز. هنا بقى الحته دي مهمه قوي، اللي هي كلمه اجريجيت وديس اجريجيت والكلام ده كله، لان احنا مبدئيا احنا بنعمل سيلز اند اوبريشن بلان على مستوى عام، يعني على مستوى عائلات من المنتجات وهكذا، لكن في بعض الاحيان هنضطر وهنشرح وهنعمل امثله وهنديكم تطبيقات عمليه على ان احنا في بعض الاحيان نضطر ان احنا نعمل ديس اجريجيشن. وهنقول ليه ديس اجريجيشن؟ يعني بفك المنتجات ديت علشان اقدر احولها الى كاباسيتيز على الخطوط الانتاج مثلا، عشان لو كنا بنشتغل كونسترين بلان. يبقى هنا السبلاي والديماند والفاينانس عشان نشوف النتيجه. ريل تايم وات اف سيناريوز، يبقى هنا كل مره احط اوبشن او احط سوليوشن او كلام من ده، اشوف ايه السيناريو بتاعي، ايه اللي هياثر عليا ديت في فاينانس. طبعا اهم حاجه والحته اللي هي بتغير ثقافه الشركه ككل، ان بقى هنا كولابوريشن، بقى كل الناس بيجتمعوا مع بعض عشان يشتغلوا مع بعض. ما عادش زي السيكونس واحد بيدي الثاني والثاني بيرجع له ثاني، لا خلاص الكلام ده ما يحصلش. وبعد ومش كده وبس، وبقى ترانسبيرنت، لان كل حاجه بقت واضحه قدامي. مش راجل بتاع السيلز يقول لك هقول لك الشهر الجاي احنا عايزين ايه، استنى مش عارف ايه وهكذا. اوكي. معلش احنا بنزود ونركز علشان انا لما افهم الثقافه او الكالتشر او الحضاره اللي ورا الكلام ده، لما نيجي نشتغل يبقى فاهمين ان انا مش مجرد واحد بيعلمني اكسلايه واحط فيها واحل وخلص الموضوع واقول انا اتعلمت سيزنال، لا انا ما فهمتش. انا ما فهمتش ان وراها
اسلوب عمل مختلف، وراها ثقافه مختلفه، وراها لينك بين وظائف مختلفه، وراها ترجمه من بيزنس بلان الى دي تو دي اوبريشن. فبرضه هنا هتبص تلاقي بيكرر يقول لك بالانسنج اجريجيت ماركت ديماند برودكت فاميلي، وهنشوف الكلام ده، وذا فاكتوري اجريجيتد كاباسيتي اللي هي الطاقات العامه بتاعت الشركه، اوفر ذا اجريجيت بلاننج هورايزون في فتره معينه من الزمن، عشان نحقق الافكتيفنس وذا مينيمم برودكشن كوست افشنسي، لان لازم اشوف كوست او اشوف البروفيت بتاعي او النتيجه الماليه اللي انا عايزها. طبعا انا ممكن احط قيود عليا، وهنشوف القيود دي هنحطها ازاي، هنشوفها على الاكسل الاول، وبعدين نشوفها ازاي نقدر نحطها في السيستم بتاعنا. ماكسمايز كاستمر سيرفيس، ممكن احط الكاستمر سيرفيس، او مينيمايز انفنتوري انفستمنت، اقلل حجم الانفنتوري بتاعي، مينيمايز تشينج ان ورك فورس ليفل، ان انا مش عايز، ان انا هنشوف دلوقتي الاستراتيجيه بتاعتي، ان انا مش عايز اطلع وانزل ورا الديماند بتاعي، عايز اشوف ازاي اقلل التغير في الديماند بتاعي، بحيث ان هو ما ياثرش على ان انا اجيب عمال وارفدهم وبعدين اجيب عمال تاني ومش هلاقيهم وهكذا. مينيمايز تشينج ان برودكشن ريس، او وكمان مش عايز كمان ان المكن اجيب مكن عشان اعلى انتاجيه، بص المكن ده مش شغال طول الوقت، او العكس صحيح. مينيمايز يوتيلايزيشن اوف بلانت اكويبمنت، طبعا هنا ماكسمايز از يوتيلايزيشن اوف بلانت اند اكويبمنت، وعايز اعظم الاستخدام بتاع الامكانيات بتاع الخط الشغل بتاعك. هنا بيتكلم على اس اند او بي كاركترستيك بتاعه. انا طبعا في حاجات معينه لازم اتحفظ لك عليها، مش كل المكتوب يبقى مقبول. الهورايزون او المدى الزمني بتاع الاس اند او بي 24 مانث رولينج مانث، ما عادش ينفع دلوقتي، يكفي 12 شهر. رولينج يعني يعني انا مش هاجي ابدا احط السيلز اند اوبريشن بلاننج في يناير مثلا ويبقى هو في ديسمبر، وبعدين اجي في فبراير يبقى من فبراير لديسمبر، وبعدين في مارس لا، انا من يناير لديسمبر، خلص شهر يناير هيبقى من فبراير ليناير، خلص فبراير يبقى من مارس لابريل، خلص مارس يبقى من ابريل لمايو، يبقى لازم عندي دايما 12 شهر انا بشتغل عليهم. مفيش حاجه اسمها اشتغل على 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 من اول سنه لاخر السنه وخلص الموضوع على كده، ولما يجي اخر السنه ابدا اعمل سنه جديده، لا، السنه مستمره 12 شهر ماشيين رولينج. ادي كلمه رولينج هنشوفها. ماشي طيب، احنا بنفوكس على الاقل ربع سنه، مش بنفوكس على الشهر اللي جاي وبس. انا شفت ناس كتير قوي بيطبقوا شهر بشهر، طبعا دول تايهين خالص ومش فاهمين حاجه وفاكرين نفسهم بيطبقوا اي ار بي سيستم، وده ملوش علاقه خالص بالدنيا. الفريكوانسي طبعا شهريه، لكن لو هي كانت ويكلي او كوارترلي دي لها مجال تاني. يعني في الويكلي ده هيبقى في الام بي اس الماستر برودكشن سكيدول، مش في الاس اند او بي، لها اساليب تانيه وهنشوفها برضه ان شاء الله. هنا بالنسبه لي هنا انا بتكلم على قطاعات، بتكلم على منتجات، بتكلم على ماركتس، بتكلم على عائلات، بتكلم باليونتس، او بتكلم عليهم بالفلوس. التخطيط البسيط بيتكلم بس على اليونتس الكميات بتاعتها بالايتم، بينما احنا هنشوف دلوقتي في الفوركاست ممكن اشتغل على الايتم، ممكن اشتغل على العائلات عشان نقلل الايرور بتاعنا. الاوتكم او الناتج بتاعنا، الاوتكم بتاعي انا عايز احقق الاستراتيجيه بتاعتي، يعني مش هاجي اعمل مؤشرات اداء بعيد عن الاستراتيجيه بتاعتي، لان انا هاجي اخد البيزنس بلان واحط واخد معامل منها التارجت بتاعتي، وانا بقول ان انا عايز احقق او اقفل الجاب بين اللي انا موجود فيه والاستراتيجيه بتاعتي، مش مجرد انتاجيه احنا زدنا قد ايه والكلام ده كله، لا، انا عايز اشوف انا وصلت قد ايه في الانتاج في البيزنس بلان اللي انا كنت حاططها وحاطط فيها مؤشرات كميه. طيب هنا مين المشترك فيها؟ هنا لازم يبقى الاكزيكتيف والميدل مانجمنت،
القيادة الإدارة العليا والإدارة المتوسطة، مش الميدل مانجمنت بس. الديسيجن هنا ديسيجن ممكن تكتيكال واستراتيجيك. ليه تكتيكال واستراتيجيك؟ لأن أنا في لما هشوف إن أنا في عندي لما عملت بروجكشن ولقيت الكاباسيتي اندر كاباسيتي، ممكن انا اقول اتخذ قرار ان انا هزود مثلا طاقه انتاجيه، هجيب ناس، هتعاقد استراتيجيا مع سبلاير مهم علشان يزود لي كميه بتاعه، هعمل اوت سورسنج للوجيستكس. فهنا الديسيجن هنا فيها حاجات استراتيجيك وفي حاجات تكتيك. لكن في النهاية لو هو ضعيف شويه في البتاع هيبقى هو عباره عن مجرد اكسكيوشن. البروسيسز بروسيس تو انتجريت ذا بزنس بلان اند استراتيجي. هنا انا بعمل اهم حاجه العمليات بتاعتي، اعمل انتجريشن بين البزنس بلان والاستراتيجي مع الدي تو دي ميتنج تو ريفيو نمبرز، مجرد ان احنا اعمل ريفيو نمبرز. زي ما احنا قلنا لو احنا مش شغالين اس اند او بي يبقى كل واحد وظيفه. انا بشتغل بعمل انا سيلز اوبريشن بلان، انا سيلز ماركت خلص، اروح باعد الخطه بتاعتي لاداره التخطيط. اداره التخطيط تاخدها تروح بعتها للناس بتوع الانتاج، بتوع الانتاج يبعتوها للناس بتوع المشتريات. اللي بقى ده اللي يقدر يعمل دي ولا ما يقدرش يعمل دي، يرجع حاله تاني وبعدين يبداوا يعملوا خطوات طويله ومعقده، والناس ما بتفهموش مع بعض وما بيقعدوش مع بعض ولا بيجتمعوا مع بعض ولا بيتخذوا قرار مع بعض. وحتى كمان لكن هنا لو انا بشتغل بالاس اند او بي هيبقى كروس فانكشن، الناس كلهم يا اما في ميتنج يا اما مع بعضهم على الاي ار بي سيستم بيقدروا يشوفوا ويشتغلوا كروس ويعملوا الوات اف وهكذا. برضه هتشوف لما تشتغل كل واحد لوحده هتبص تلاقي كل واحد عامل فوركاست بتاعه. الراجل بتاع الماليه عمل فوركاست من مخه كده 10% زياده ومش عارف اي هبل، والتاني بتاع البرشيزنج راح عمل خطه مشتريات من غير ما يعرف الدنيا هتمشي ازاي، وفي منتجات جديده جايه ولا ما فيش منتجات جديده جايه، في منتجات خلاص اتقفل وهو عمال يروح يشوف الحد الادنى والحد الاقصى وراح يوب اول كميه الطلب ويطلب كميات من حقل الخامات يجوز من المنتجات اللي انتهت وما لهاش علاقه وهكذا. لكن هنا بقى عندي فوركاست وان سيت نمبرز، الارقام بتاعت الفوركاست دي اللي احنا هنحطها اللي هندفع عليها كل الناس اشتغلوا عليها. هي 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 واحده مش مختلفه، مش كل واحد بيالف نفسه، وبعدين هي دي اللي هيشتغل عليها كل الناس. هنا كمان عنده اليونتس والدولارز ما لهمش علاقه ببعض. انا بشتغل باليونتس والراجل بتاع الماليه شغال بالدولارز، مش شايف حاجه. هو بحط ارقام فلوس، لكن الفلوس دي ايه علاقتها باللي هينتج واللي هيتنفذ بديما. لكن هنا لا، الفاينانشال انتجريتد هو ترجمه للي احنا هنتفق عليه في الاس اند او بي. فالفاينانشال مش بيألف من مخه. طبعا هنا كل واحد بيبص لنظرته المنفرده، لكن هنا هتبقى النظره الشموليه. هنا بنشتغل رياكتيف لان احنا شغال شهر وشهر ومش عارف ايه. لا، احنا عندنا دلوقتي نافذه على المستقبل، شايفين 12 شهر رولينج، وعندنا 4 شهر لما بدانا نتاكد منهم وبدانا نترجمهم لخطط تشغيليه وهكذا. طبعا احنا هنا خلاص. طبعا لها مميزات تانية، هارد بنفيتس زي كاستمر سيرفيس ممكن هنقدر نوصل لاعلى، لان انا شايف الدنيا مسبقا. الانفنتوري بتاعي يعني ممكن نحط قيود عليها ونقدر نخفضها زي ما شفتوا الاكسرسايز بتاعنا. هنقلل لي تايم لان احنا هنشوف دلوقتي ازاي نقدر نحقق اعمالنا باسرع وقت من غير ما ناخد وقت ونحطش لي تايم من غير معنى. لا، الخطه هي اللي هتوريها لي. ممكن نقدر نتحكم في الانتاج بالريتس بتاعتنا في ضوء برضه فاريشن، بان انا ازود وانقص او العب في المخزون شويه. وهنشوف برضو مثال ازاي احنا نلعب في المخزون عشان نثبت الانتاج شويه عشان ما يلعبش قوي مع مع الـ مع الـ مع السيلز او الديماند.
ازاي ان احنا بنقلل الاوفر تايم، هنشوف الوقت ازاي نقلل الاوفر تايم ونعمل له مينيمايزيشن، ازاي نعلل البرودكتيفيتي. طبعا بالاضافه لذلك طبعا هي بتحسن حاجات تانية في السوفت بينفيت زي التيم ورك في الاوبريشن والتيم ورك في التنفيذ، والديسيجن ميكنج بقى احسن، والفاينانشال بقى يعني اكثر واقعيا، ما هوش شويه كلام جاي من التفاتر، وبقى كل واحد دلوقتي بدل ما يشارك في الموضوع بقى هو عارف مسؤوليته ويقدر يعملها، وهنا بقى في كنترول، وبقى هنا التوب مانجمنت هي اللي بتهندل البيزنس ككل، مش سايبه للناس كل واحد يعمل ما يراه. معلش النظر كتير شويه، لكن هنبدا بعد كده بشويه هنخش على العمل. احنا يعني بيقسم السيلز اند اوبريشن على مدى النضج بتاع السيلز اند اوبريشن بلاننج لاربع مستويات. واحد مره يبقى انك انت عباره عن رياكتيف، انك انت رد افعال، كل اداره شغاله لوحديها وملهاش مع هناك بيحصل تغيير، الحق اعمل كده. الثانيه هنا عندي سبلاي تشين وفي انتجريشن على مستوى العمليات، بس مجرد انتسيبيشن. هنا بقى الكولابوريشن بقى الناس يتعاملوا مع بعض ويتفاعلوا مع بعض، فهنا البيزنس دريفن فاينانشال اورينتد. يعني هنا بقى لا احنا بقى بنبدا نشوف الناتج المالي مع اثره ايه، بدانا نشوف السيناريوهات بتاعتنا وعلاقته بالسيناريوهات المختلفه. وبعدين هنا بقى نوصل لاعلى مستوى ان احنا فاليو دريفن، فاليو تشين دريفن، بروفيتابيلتي اورينتد، ستورج لينك تو ستراتيجي، سترونج لينك. هنا بقى بكون احنا وصلنا على حاجه ان احنا بقينا لينك الاستراتيجي بتاعتنا. هنا كان في واحد اسمه ابردين كان عامل احصائيه زمان على البيست كلاس كومبانيز اللي طبقت الاس اند او بي، فقال لك الفوركاست بتاعه والايرور بتاعه اقل ما يكون، يعني احسن ما يكون، وهو يبقى اذا اكيوريس ليفل فور حوالي 1.89 الاون تايم ان فول 97.5، والكاش تو كاش سايكل. طيب هنتكلم عن المؤشرات دي بقى ناقص 3%، هنتكلم عن المؤشرات دي لما نتكلم عن المؤشرات السيلز اوبريشن. طيب تعال هنا نشوف. انا عندي استراتيجيك بلان تتحول لبزنس بلان سنويه، وتتحول من بزنس بلان لسيلز اند اوبريشن بلاننج، وسيلز اند اوبريشن بلان تتحول لديتيلد بلاننج وسكيدولينج واكسكيوشن. يبقى اذا الصوره بتاعت الشغل فين؟ هنا. تعال نشوفها هنا برضو كده في التفاصيل شويه. ادي البيزنس بلان بينبع منها الانيوال سيلز بلان الفيرست كات او البادجت بتاعتي، بينبع منها سيزن اوبريشن بلاننج. خد بالك بقى اول ما هبدا هنا بشتغل، ببدا هنا قدامها حاجه اسمها الايه الكاباسيتي ريكويرمنتس، يعني عشان دي هتبقى ايه، كل حاجه تبقى فاينايت. لو اشتغلنا دي من غير دي يبقى انفاينايت، لما اشتغلنا دي معاها دي يبقى فاينايت. فالسيلز اوبريشن بلاننج قدامها ريسورس بلاننج، او ساعات بنسموها في تبادليه، ساعات يقول لك رافكات كاباسيتي وساعات يقول لك سيلز اوبريشن ريسورس بلاننج. المهم ان انا بشوف الريسورسز، وهنشوف بطرق مختلفه، هنشوف مره رافكات كاباسيتي، وهنشوف مره بديتيلد بلاننج عشان ما ينفعش رافكات كاباسيتي تشتغل معانا. وبعدين بعد كده ماستر سكيدول ده بيبقى على المستوى تفصيلي اكتر. احنا هنا كنا شغالين على مستوى العائلات بتاع المنتجات، لا هنا هنشتغل على مستوى منتج منتج او اس كيو اس كيو، وهنا كنا شغالين على مستوى الشهر او اول السنه و12 شهر، دلوقتي هنشتغل على مستوى الاسبوع، وكنا هنا بنشتغل بس
على الفوركاست، لا هنا هنخش على الفوركاست ونخش معاها كمان على مستوى الاوردرات اللي بتيجي خلال الشهر، يعني هنا بتبقى مور ديتيلد اكتر. بننزل بعد كده بترجمها الى ماتيريال ريكويرمنت بنالك تخطيط الاحتياجات، وهنا برضو هنتاكد من ان الكباسيتي بتاعتنا برضو كافيه. وبعدين هنبقى هنا هو اللي هي الجدوله الزمنيه للعمليات في الشوب فلور او البرشيزنج اكتيفيتي اللي هي الجدوله بتاعه العمليات الشراء. وطبعا هنا هيبقى عندي الانبوت اوت كنترول بتاع الاعمال بتاعتي والاوبريشن سيكونسنج وهكذا. يبقى اذا زي ما احنا شايفين لو احنا شلنا دي الدنيا كلها تقع، او الدنيا تبقى ماشيه. يعني للاسف الشديد انا بشوف ناس، للاسف الشديد ناس بي 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 بيقول انا طبقت اي ار بي سيستم، تخيلوا انه بيبدا من هنا من ام ار بي، لانه لا عايز يعمل فوركاست ولا عايز يعمل سيلز بوش بلاننج ولا عايز يعمل ماستر سكيدول وهكذا، ويروح يودي الزبون احنا خلاص احنا عملنا الاي ار بي. ايه الاي ار بي ده؟ ده بيجي له اوردر يجيب له الاوردرات يحطها فيها، يعمل بيل اوف ماتيريال، يشوف البيل اوف ماتيريال كميات قد ايه، يروح طالب الكميات ويقول لك انا عملت. انت ما عملتش البي خالص، مفيش بلاننج، مفيش بلاننج، ده تنفيذ. البلاننج في هنا في الح... في 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 في, في العركه دي كان الاول بلاننج على لونج تيرم هنا، والبلاننج هنا في العركه دي. ادي الاي ار بي، ادي البي بتاعت الاي ار بي هنا مش هنا، لان دي ترجمه لدول. في حد عنده اي سؤال؟ شكرا يا دكتور، الدنيا واضحه جدا، ربنا يكرمك. طب الحمد لله. Procedures. طيب هنا انا على فكره اي حاجه بديها لكم دي بتبقى لها مراجع كتاب، يعني في كتاب كان بسيط كده جميل هبقول لكم على اسمه، مقسمها بالخطوات دي، هو فيري سمبل يعني، لكن في طبعا حاجات اعقد منه، بس ده بس ان هو مبسط الامور شويه. فاول ستيب حطيتها هي داتا جازرنج اللي هي جمع المعلومات، تاني ستيب اللي هي ديماند بلاننج هي تخطيط الاحتياجات او تخطيط. خد بالكم عشان نفرق بين السيلز بلان والديماند، يعني هنتطرق الموضوع ده شويه لانه في اختلاف سيلز فوركاست والديماند بلاننج، وبعدين سبلاي بلاننج، وبعدين يعني كل واحده من دول خطوه هيقوم بها مجموعه من الناس. هشوف دلوقتي السيكونس، وبعدين الاس اند او بي بري ميتنج اللي انا مجهز بقى علشان نقعد مع الاداره العليا، وبعدين الاس اند او بي اكزكتيف ميتنج، وبعدين نتكلم بعد كده على الاستراتيجيه والاوتبوت بتاعنا والبزنس سمري للموضوع. تعالوا نشوف اهو، ادي هنا الخطوات اهي بالتمثيل. ستيب 1 داتا جاذرنج، هنشوف السيلز اكتوالز ونعمل ستاتستيكال فوركاست اند سبلاي اكتوال. انا يعني هستفيد شويه هنا شويه، وبعدين هنوريكم فلو شارت جميله كبيره على الموضوع. معظم الناس للاسف الشديد لا يقيس الانحرافات بتاعه الاكتوال فوركاست على الاكتوال، وبالتالي بيكرر اخطائه كبيره. اهم حاجه في الفوركاست هو الفوركاست ايرور وفوركاست بايز. لو ما عملتش دي وما حددتش دول يبقى مش هتعرف انك انت ماشي صح ولا ماشي غلط، وتفضل طول النهار بتعمل حاجات غلط لانك انت ما عملتش كده. عشان كده لازم اعرف سيلز اكتوال واعمل ستاتستيكال فوركاست، واحط في الاعتبار ايه اللي حصل في الفوركاست القديم والايرور اللي حصل، واخد بالك ازاي، والسبلاي الاكتوال وايه الديفيجن اللي حصل، عشان افهم وابدا احضر عشان اشوف احتياجاتي وامكانياتي. وهنشوف الكلام ده على طول في اكسلايه بسيطه. طيب ستيب 2 ديماند بلاننج، هنا الديماند بلاننج مانجمنت فوركاست فيرست باس سبريد شيت. انا نقول والله هنا الحته دي انا هوريكم شويه تحفظات عليها بس لما نوصل لها، مش مجرد فوركاست، هنضيف على الفوركاست حاجات تانية.
لان الاستاتستيكال فوركاست بالذات ده بيشوف الماضي. طب ما في المستقبل في حاجات تانية مختلفة، على سبيل المثال في الناس بتوع السيلز اند ماركتنج هينزلوا منتج جديد، مش باين في الـ في الـ في الاستاتستيكال فوركاست اللي اتعملت. الناس بتوع السيلز اند ماركتنج هيلغوا منتج، مش باين ده برضو في السيلز فوركاست بتاعنا. الناس بتوع السيلز اند ماركتنج عاملين عقد لونج تيرم مع في تصدير، برضو ده جزء ما تبانش في السيلز فوركاست الاستاتستيكال فوركاست. فاذا في فرق بين الديماند اللي هينزل بعد كده في السيلز اند اوبريشن بلاننج والمجرد الفوركاست البسيط اللي احنا بنستخدمه. ناخد بالنا من الحته دي علشان ما نقعش في الثغره دي. طيب سبلاي بلاننج، طبعا انا هبقى عارف بقى ايه السيلز اكتر والكلام ده كله، لازم اشوف هنا الكونسترينز. يبقى اذا ما ينفعش اعمل سيلز اوبريشن بلاننج انفاينايت، لازم ابقى عندي سيلز فاينايت. الناس اللي بيتابعوا الاي ار بي سيستم على ساب ولا اوراكل ولا ام اس داينامكس ولا انفور، يا جماعه ما ينفعش سيلز اوبريشن بلاننج من غير ما يكون فاينايت، مهمه جدا. يبقى هنا بقى سبلاي بلاننج، يبقى هنا كباس ايه كونسترينز. سكند باس سبريد شيت، هنا بقى تاني واحد تاني سبريد شيت اللي هو احنا كباس سبلاي بتاعنا ايه، سبلاي بتاعنا اللي هو هيحقق ولا مش هيحقق الكلام ده، فلازم نجمع الكلام ده مع بعضي. اللي هي السيب اربعه كباس كونسترينز مع سكند باس، هيبقى انا هو بنعمل ايه نشوف بقى السبلاي اهو والديماند اهو، هل في كونفليكت ولا فيش كونفليكت، هل في اقتراحات، هل في سيناريوهات، هل في ريكومنديشن، هل في وات ايفر مطلوب، هل في حاجات احنا عايزين نزودها او نعللها او نرفع كفائتها او 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 او, أو حاجات نتاكد منها او لازم نجهز الكلام ده عشان لما نخش في الاكزيكتيف ميتنج يبقى هو بيتخذ قرار. مش هنقول له انت ما دام انت الرئيس اللي مش عارف ايه انت المسؤول، اتخذ قرار واحنا ننفذ، ده تهريج او هو يقول الكلام ده خلاص. فيبقى هنا في جيم بقى في الحته دي بقى، جيم بيتخذ قرار ايه يا جماعه، في هنا اهو ودي دي بقى اوبتمايزيشن، وده الناتج بتاعها اهو، بس هحقق دي كده والكاستمر سيرفيس هيبقى كذا وده هو وهكذا. يبقى اذا هنا هيتخذ قرار وكل حاجه واضحه، كله واضح. نرجع بقى للشهر اللي بعديه عن سؤال. طبعا هو مش بيدي قرار لشهر، بيدي قرار للي قدام الشهر ده واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، اربع شهور على الاقل يكون هو عملها. شوف بقى الحاجات اللي داخله. داتا جاذرنج، البيزنس بلان اوبجكتيف مترجمها في بادجت، انا عايز اعمل قد كده من منتجات الفلانيه علشان احقق وات ايفر من البروفيتابيلتي، اصل انا كنت حاطط بزنس بلان وهعمل وهعمل وهعمل. حاضر، يبقى دي اللي هتبقى بتقول لي او تنبه عليا ان هو ده الجايد لاين بتاعك. طيب واخد معلومه ثانيه، البريفيوس مان سيلز الشهر اللي فات السيلز قد ايه عشان هشوف بعد كده، والفوركاست عامل الفوركاست ايرور مش كده، عشان اشوف انا كنت ماشي صح ولا ماشي غلط، وبعدين هعمل ديماند فوركاست اصلح بقى الفوركاست بتاعي في النكست بيريود. مش هاخد الفوركاست ده اثبته، ده انا كل شهر بعدل الفوركاست بضوء الايه الانحرافات بتاعتي. هاخد في الاعتبار البرودكشن كاباسيتي والكابابيلتيز بتاعت الناس بتوعنا في كل فتره زمنيه، كل الكلام ده على فترات كل شهر. وبعدين هنا هشوف الستارتنج انفنتوري ليفل بتاعنا عندنا قد ايه يا جماعه. وخد بالكم يا جماعه الانفنتوري بتحسب زي ما بتحسب بالكميات، بتحسب بالدايز اون هاند، لان انا مش هقدر اقول الانفنتوري بتاعي ده كبير ولا قليل لو انا عامله بالكميات وانا ما اعرفش الكميه دي تتسلك قد ايه. ما اقولش انا عندي مليون حته، ما المليون حته دي جزء انا بسالك 2 مليون في الاسبوع،
فالمعيار عندي حاجتين يعني، بعد ما بتكلم عن الكمية عشان لو كنت عايز اشتري بتكلم عنها بالدايز اون هاند وبتكلم عنها بالفلوس. يبقى انا عندي ثلاث قياسات بالنسبة للانفنتوري، ما ينفعش قياس واحد. عندي قياس ليه؟ عندي قياس ليه؟ كمي، علشان لما هنتكلم في الخطط بتاع المشتريات والخطط بتاع الماتيريال ريكوايرمنت بلاننج والكلام من ده، وعندي دايز اون هاند علشان اقدر اقيم ده فيها اوفر ستوك ولا اندر ستوك ولا لا. ده هي لو دايز اون هاند قليله ده اقل من السيفت ستوك بتاعي، اقل من الليد تايم بتاعي اللي انا اشتري منه، واخد بالك؟ او ان هي بنلاقي حاجات قاعده بقى لها 300 يوم و 400 يوم وهكذا، ما ينفعش نحط برضه نعرف الانفنتوري ليفلز عشان نحط له ليميتس. وبعدين هنعرف كمان التشنجز الماتيريال سبلاي، دي حته مهمه دلوقتي، لان انا دلوقتي انا كنت بشتري من الصين، انا كنت بشتري من فيتنام، انا كنت بشتري مش عارف منين، دلوقتي بقى الكميه قلت، لا ده انا سبلايرز مختلفين، لا ده مش عارف كم حاجات كتيره. وخد بالك التشنجز ديت في الماتيريال سبلاي لازم تبقى مسحوبه او متعلمه زي ما هنشوف بعد كده بناء على اللي هنتفق عليه. يبقى اذا انا عارف المصادر بتاعت السورسز بتاعتي، او ممكن اعدلها، او ممكن احط لها حاجات في الاعتبار عشان التغيرات اللي بتحصل. تشينج البرودكت، البرودكت افيلابيلتي، البرودكت افيلابيلتي بتاعتي اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ هل هو افيلابل عند الناس ولا مش افيلابل عند الناس؟ الحته دي يعني ما خلينا نتكلم عليها بعدين، لان دي حته في السيلز ديت هقول عليها شويه حاجات كده. السيرفيس ليفل، انا عايز احقق كام في الميه كاستمر ساتسفاكشن؟ لما يجي لي 100 طلب يبقى المتوسط 98 95 طلب اقدر اوفيه ولا لا؟ ساعات بقيسها بالسيرفيس ليفل او حاجه اسمها اون تايم ان فول. وبعدين اتكلم على الكوست، كل ما اتخذ اي حاجه من الكلام ده كله لازم اعرف الكوست بتاعها، يعني كل الكلام ده يترجم بفلوس. سوري. تعالوا نشوف سلايه كده بسيطه. ده السيلز، ده اللي كنت عامله فوركاست 100 100 100 100 120 120 120 120. قمت لقيت ايه الاكتوال سيلز 90 95 85. معنى ذلك ان ايه؟ ان انا بعت اقل من الفوركاست بكام؟ بناقص 10، وبعت هنا بناقص 5، وبعت هنا بناقص 15. يعني هنا كأن انا ايه عمال ايه كل شويه بنحرف، واخد بالك ازاي؟ ببيع البيع بتاعي اقل من بيزيد الانحراف بتاعي. يبقى اذا اكيد احنا متوقعين ان احنا لما نيجي نشتغل او نعدل الفوركاست لازم ان احنا ننزل الارقام دي بناء على ان انا شايف الانحراف اللي نازل ايه بكسرة كده. ماشي، نيجي برضو نشوف البرودكشن. البرودكشن كان 100 100 100 110 120 120 120 130. طيب الاكتر برودكشن كان 98، كان 100 101. يبقى اذا هنا لا، ده انا كنت مقدر الانتاج بتاعي، الكباسيتي بتاعت الانتاج بتاعتي ان هي تقدر تعمل 100، كانت اقل. وبعديها لا، ده انا خلاص عدلت المكن بتاعي وبقى المكن بتاعي كوف وكلام من ده انا كمان زدت كفاءه زاد عن اللي انا كنت متوقعه. فهنا تقريبا انا بعدل نفسي وممكن اقرب من التوقعات بتاعه البرودكشن بتاعي زي ما هي هنا. الانفنتوري ده ناتج عن الاثنين دول وهنشوفها دلوقتي. فهو كان 100 100 100 142 142 142 ف بقى 111. يبقى هنا الفرق 11 زاد، وبعدين هنا 100 116 بقى هنا زاد 16، وهنا زاد 32. يعني طبعا الانفنتوري والتراكمي مش هنحط لها تراكمي تاني، تعالى نحطهم مع بعض الثلاثه مع بعض. سوري معلش مش عارف
لفة الماوس بتمشي بسرعة. لازم اعمله بالماوس. ادي الفوركاست 100 100 100 120 120 130، وادي الاكتوال، وادي الديفرنس، وادي الكوميوليتيف، وادي ده البرودكشن اللي كان مخطط، وده اللي اتنفذ، وده الانحراف. الانفنتوري هو نتيجه لان انا بطرح ده من ده. فلو انا كان عندي في شهر يناير 103 كان بدايه الانفنتوري، طيب انا كان اكتوال سيلز 90 وانا انتجت 98، يعني انا زدت ايه؟ زدت ثلاثة كم؟ 90 98 زدت 8 و103 111 مظبوط. وبعدين هنا 95 وانا انتجت 100، يبقى اذا انا زدت كام؟ 5، يبقى 111 زائد 5 116 وهكذا. يبقى اذا المخزون هو ناتج الفرق بين الاثنين دول مع بعض. اخد المخزون في اول الفتره، اضيف عليها الانتاج، واطرح منها السيلز، يطلع لي المخزون في الفتره اللي بعديها. ده الشكل البسيط، لكن لما نيجي نشتغل هنلاقي العمليه طبعا. ده الشكل البسيط اللي مثلا بدرسه لك في السي بي اي ام وحاجه زي كده. لكن في الفقره اللي ما تشوفه في حاجات كتيره اصعب واعقد من كده. الديماند بلانينج، سيلز ماركتنج ريفيو، انفورميشن ريسيفد فروم ستيب 1، سيلز فوركاست باي برودكت باي فاميلي باي توتال ميجرد ان كوانتيتي برايس اند ريفينيو. عايز اشوف انا اوريكم طيب خلينا اروح للخريطه دي كامله. مش عارف بتاعتي ايه دي. انا هقولها لكم كامله عشان تشوف السيناريو كله على بعضه. اوكي ماشي اوكي. تعال نشوف السيناريو بيحصل ازاي على الاقل الجزء بتاع السيزون اوبريشن بلان. في حد عنده أي أسئلة؟ ألو، أنا عايز الناس تكون متابعين معايا يا جماعة ولا إيه؟ تمام يا تمام يا دكتور، إحنا مستمتعين يعني. في أي حد أي استفسار أنا تحت أمره. طيب بارك الله فيك يا دكتور. طيب ماشي، خلينا نشوف السيناريو ده. ده بنسميه سويم لين، زي حمام السباحه كده. هيبقى كل الادارات اهي هنا، وهنا هتبقى الخطوات اللي احنا قلناها. اول خطوه اللي هي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ جمع البيانات والديماند بلاننج والكلام ده كله. ماشي، مش عارف الصوره واضحه ولا اكبرها شويه. واضحه يا دكتور. طيب بيبدا الاول الاداره العليا بتبقى عندها التوجهات الرئيسيه للخطه السنويه من الاستراتيجيك دايركشنز من البيزنس بلان بتاعتنا. يقولوا يا جماعه انا عايزه 1 2 3 ماشي. ودي بناء على ان هو ايه؟ بيبص على
التوقعات بتاعته القديمة ويشوف الدنيا شكلها ايه والأهداف المستقبلية ايه ويشوف عليه. ماشي. الراجل بتاع التسويق والبيع هو عايز يشتغل شغله، بس هو هنقول له خد بالك شغلك ها مش هتبقى لوحدك كده في الهواء، لا ده انت هتشتغل معانا. طيب نمرة واحد، انا عنده لوكال سيلز وعايز يشوف هي شكلها تبقى ماشيه ازاي، بيجوز عنده اكسبورت وعنده نيو ماركتس وعنده نيو برودكتس وعنده ايفنتات عايز يعملها، عايز يعمل بروموشن، وعنده منتجات هتزحلق هتمشي، واخد بالك كانسل. يبقى الراجل ده عايز يبلور خطته دي، مظبوط. طيب الراجل بتاع السبلاي تشين راجل مجتهد، فهو بياخد ال 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 الهيستوري داتا بتاعت السيلز ويبدا يعمل ايه، يعمل فوركاست. عنده طريقتين في الفوركاست، توب داون او بوتوم اب. يعني ايه توب داون؟ يعني يجي يقول ايه انا هعمل بالفاميلي او بالعائلات وانزلها تفصيليه، اعمل نسب كده عشان تبقى كل منتج في العيله دي كميته قد ايه. او بوتوم اب ان انا هعمل الفوركاست على كل منتج لوحده او على كل منطقه لوحدها واجمعهم مع بعض بحيث ان هو يعمل اجريجيشن. يبقى اذا انا عندي هنا يا اما اجريجيشن يا اما ديس اجريجيشن، يبقى ان انا على مستوى العيله وافكها وده ديس اجريجيشن، او على مستوى المنتجات واعمل لها اجمعها يبقى ايه اسمها اجريجيشن. طيب وهيبدا يروح عامل بقى الكرنت سيلز ترند والسيزوناليتي والفولاتيليتي اللي هو يشوف الدنيا شكلها ايه علشان يحط الاعتبار الكلام ده، ويبدا يقيس البريفيوس فوركاست ايرورز عشان يشوف هيصلح ازاي ويشوف اذا كان في بايز بتبقى اقل من الواقع ولا اكتر من الواقع. وده كل ده لها مؤشرات طبعا في البرنامج بتاع الفوركاست، احنا بندرس الكلام ده وده موجود ستاندرد، الكلام ده موجود ستاندرد بالظبط في اي اي ار بي سيستم بتشتغل فيه، اي اي ار بي سيستم موجود الكلام ده. ما هياش حاجه يعني اوبشن، يعني لو مش موجوده يبقى الاي ار بي سيستم ده ضايع من البدايه. وبعدين السيزكال فوركاست هيختار احسن اسلوب، او برضه دي عند في الاي ار بي سيستم يديك احسن اسلوب بناء على مؤشرات زي حاجه سمينها مين ابسولوت ديفيشن او مين ابسولوت برسنتج ايرور. المهم ان هو وعمل حاجه اسمها تراكنج سيجنال عشان يشوف الدنيا ماشيه لتحت ولا طالعه لفوق. كل الكلام ده موجود في اي اي ار بي سيستم معروف او موجود في اي برنامج في الفوركاست لازم يتقاس الكلام ده، زي ما هو شايف هنا اوتوماتيك سيلكتنج باي اي ار بي فور بيست فوركاست ميس. يبقى اذا انا عندي اكثر من فوركاست. الفوركاست الستاتستيكال اللي هنا ده واللي بيصلح بيقول للناس انتوا عطلانين وكنتوا كويسين ونزلتوا عن مش عارف ايه وانا استلكوا وطلعت لكم فوركاست، والراجل ده عمل فوركاست تاني مش كده؟ ده مش كده وبس، ده انا عندي بقى ايه، انا عقود ساريه وعقود تصدير وطلبات مؤجله لازم ده كمان يخش. يبقى لازم انا هاخد الراجل بتاع السبلاي تشين اشتغل شغلته اهو، عمل ستاتستيكال فوركاست وحطه على الاي ار بي سيستم وطلع على الزحمه دي، والراجل ده اشتغل وقال لك اشيل واحطه واعمل. وبعدين جينا هنا شفنا الناس بتوع الديماند بلاننج قال لك خد بالك ده في عقود عندي الكلام ده مش موجود عندك هنا ولا موجود عندك هنا، ده عقود ساريه قديمه وفي عقود تصدير موجوده وفي طلبات مؤجله لازم تتحط معاك. يبقى لازم هنا نعمل ايه؟ demand consensus by all stakeholders، كل الاطراف يقعدوا مع بعض علشان يطلعوا ايه الدنيا دي مع بعض. خدوا بالكم من حاجه بقى، انا هنا ده لما بعمل سيلز فوركاست ده انا بعمل سيلز فوركاست
للميك تو ستوك ولا الميك تو اوردر؟ حد يجاوب؟ حد يجاوب؟ ميك تو ستوك يا دكتور. الميك تو ستوك. لكن انا عندي هنا مثلا عقود سارية يبقى ميك تو اوردر، عندي تصدير ميك تو اوردر، خد بالكم الحتة دي. يبقى هنا ايه؟ بلانج استراتيجي، ميك تو ستوك او ميك تو اوردر او ميك تو ستوك وميك تو اوردر. الله، يعني معنى ذلك ان انا لما هاجي اشتغل واحط هنا، انا مش هحط الفوركاست اللي هو ميك تو ستوك بس، لا ده انا هحط الفوركاست واحط كمان عليه ايه؟ الميك تو اوردر. معنى ذلك ان انا عندي هنا، خد بالكم كل الناس بتوع الار بي سيستم ما يعرفوش الحته دي، بيتخلصوا منها، بيخافوا منها، ان هو تجمع الاثنين مع بعض، لان هو ده هيخش في الاس اند او بي. هيخش في الاس اند او بي، هيخش ايه؟ ميك تو ستوك وميك تو اوردر، فاينايت وانفاينايت، اجريجيتد وديس اجريجيتد. واضح يا جماعه ولا انا مش واضح؟ واضح يا دكتور. انا عاده باخد ميكس من السيلز والفوركاست يا دكتور. لا انا لازم اخد الفوركاست واحط عليه ده على ده. باخد مع السيلز اوردر برضه يا دكتور. ايوه بالظبط. لو ما حطتش الاثنين دول مع بعض، يبقى مع ذلك انت بتعمل حاجه سوريت كان ملهاش اي علاقه بالدنيا، ملهاش اي علاقه بالدنيا. ده انا هاخد ايه؟ هاخد الفوركاست اللي هنتفق عليه، وهشيل لو 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 شفنا ان في منتجات هتتشال هشيلها بالفوركاست، لو في منتجات جديده هحطها في الفوركاست، لو في. وطبعا على فكره في برضو في اوراكل وفي اس اي بي بيديك بروفايل للحاجات الجديده تقدر تعملها بناء على حاجات قديمه، يعمل لك فوركاست لها، يعني دي برضو موجوده في الفيتشرز. ماشي، شوف بقى الشغل الحقاني. يبقى انا عندي statistical forecast هنعدله بناء على الايرور والبايز ومش عارف ايه، ونختار احسن اسلوب، ونعدله بناء على ان في منتجات جديده هتخش، ونعدله بناء على في منتجات هتطلع، ونعدله بناء ونزود عليه كمان بناء على ذلك الحاجات اللي لسه ساريه والحاجات المؤجله اللي ما لحقتش اخلصها والتصدير. كل ده يتحط عشان يطلع الديماند، عشان ده اللي يتحط في الايه، مش الفوركاس اللي يتحط احنا يعني في الـ في الـ في السي بي اي ام ولا في الامثله البسيطه. هتلاقي كاتبين احنا كاتبين كلها فوركاس، هي يعني مش الفوركاس اللي يتحط، اللي يتحط هو الديماند، النت ديماند اللي احنا هنوصل له. ناخد بالنا من الموضوع، النت ديماند هو عشان نشتغل بحقه حقيقي، مش نعمل تمثيليه ويعني في الاخر الكلام ده كله ما لهوش اي معنى. النت ديماند هو اللي يتحط. طيب عايز اطلعه في انهي صوره؟ بطلعه في صوره كوانتيتي، اطلعه في صوره برايس، اطلعه في صوره ريفينيو، اطلعه في صوره بروفيت. يبقى لازم هنا مين اللي يترجم لي الكلام ده؟ بص تلاقي هنا الراجل بتاع الايه؟ فاينانشال بلان. ده هيخش معانا الدايركت كوست والاوفر هيد كوست والريفينيو والبروفيت. لا ده هنا مش كده وبس، ده احنا هتلاقي كمان معظم الـ التطبيقات بيديك اكتيفيتي بيس كوستنج، يعني كمان بيتحدى لك متحمله على كل تكلفه. فهنا برضو يعني هنا قصه طويله مهمه جميل. المهم ان هي هنا لازم تخش معايا. هنتفق ونعمل كل الكلام ده، يبقى احنا هنروح لايه؟ نقول للراجل بتاع التوب مانجمنت او يعني بعد كده لما نشتغل عليه. يبقى اذا اللي هيتحط هنا بقى الديماند زي ما احنا شايف هنا بقى ايه موجود؟ ايه؟ تخطيط المبيعات والانتاج، سيلز اند اوبريشن بلاننج سيناريوز، نون كونسترينت تو ريفيو اند ابجريد ريسورسز. انا ممكن اعمل اس اند او بي فاينايت او كونسترينت ونون كونسترينت. نون كونسترينت يعني انا هعمله ومش هشوف طاقات الانتاجيه ايه وبتاع ده، انا هشوف انا محتاج ايه علشان اطلع احتياجات الزياده الجديده
لان دي لما اجي اعملها خد بالك هنا انا هرن هنا استاذ اوبريشنال بلاننج هنا في الحته دي اول السنه، لان بعد كده هعملها كل شهر. هتشوف هنا هتلاقي ايه Annual Sales and Operation Planning S&OP، التخطيط السنوي للمبيعات والإنتاج التوقيت الربع الأخير من السنة الحالية. أديكم بريك عشان تستراحوا شوية ولا أكمل؟ أنا خايف تكون نكمل يا دكتور. كويس، كله فريش ومتابع. أمصح صحيح يا دكتور. تمام. طيب يبقى اذا اول ران للاس اند او بي امتى؟ اول ران للاس اند او بي قبل اول السنه علشان اشوف الطاقات الانتاجيه بتاعتي، فهنا المره الوحيده اللي هعملها الانفاينايت عشان اطلع منها ايه؟ اطلع منها انا محتاج ايه في الطاقات الانتاجيه. يعني هنا مثلا update lines capacity working days per week، مش عارف number of shifts per hour، طلع كل حاجة أنا عايز أعملها أو أزودها في أول السنة. خلاص قلت هعمل إيه وأزود إيه، أروح مرنها تاني constraint. طيب مع constraint بقى مع الطاقات اللي أنا متوقع أنها تزيد وهعدل و يبقى إذن هنا بقى إيه S&OP scenario constraint with resource leveling. resource leveling يعني ايه؟ يعني اتاكد ان الريسورسز مطابقه لايه. وطبعا هنا في تطبيقات للريسورس ليفلنج على يعني في واحد يديك بس في ار بي سيستم يديك بس الاوفرلود، في واحد لا يديك سيناريوز يعمل لك سيناريوز ويعمل لك ريسورس ليفلنج. خلينا وقت كفايه الحته دي الوقت كده. طيب نرجع تاني للشغل بتاعنا. اوكي واضحه طبعا، خلاص انا شرحناها دي. طبعا مين بقى اللي في الديماند بلاننج؟ زي ما احنا قلنا الديماند مانجر والسيلز مانجر والاكاونتنج مانجر والبرودكشن مانجر والسيلز بيرسون، كل الناس اللي هم احنا وفروكاست اناليزيس، كل الناس دول هيبقوا موجودين. طيب يبقى الفوركاستنج ذات نفسه بيجي لي من الكرنت كاستمر، النيو كاستمرز، الكومبيتيشن، الايكونومي، النيو برودكتس، البرايسنج، البيدز، لان انا ممكن يكون عندي مش مجرد كان عندي شركات بيبقى فيها انواع مختلفه. يعني كان بيجي لي شركه بتبيع قطاعي، بتبيع للجملة، بتخش عطاءات للجيش والحكومة، يعني وعندها معرض وبتعرض عند الغير 20,000 طريقة. البروموشنز، التعليمات بتاعت الإدارة عشان نوصل لإيه الموجود، الهيستوري وعند أزر البروسس هنا عشان هنا إيه هنعمل فوركاست ريزنبل، مش كده، ورياليستيك وقدام مراجعته وبحقق الديماند زي ما احنا شفنا. ده هنا تطبيق على السيلز فوركاست كونسيستنت، دي حاجه اد اون على اس اي بي، على ان اكتر من جهه بتعمل التوقع بتاعها وبيقعدوا مع بعض، بيبان كل واحد كل الفوركاست بتاعه مع في وان سكرين، ممكن يكونوا مش مع بعض وان بيبداوا يتفقوا على الكونسنسس على ايه الفوركاست اللي هيعملوه. وده بالنسبه لاوراكل نفس الكلام، اوراكل كلاود نفس الكلام. سبلاي بلاننج هنا برضو هنخش بقى حته برضو مدرسيه كده اللي بيدرسوها السي بي اي ام، لكن هنتكلم احنا بعد كده على الشغل الايه العملي بتطبيقات في شركات. يعني انا اوريكم التطبيقات انها اعقد من الحاجات بتاعه السي بي اي ام البسيطه المدرسيه دي.
يعني هنا نعمل حاجه اسمها بيلو فور سورسز، وبعدين نعمل رف كات كاباسيتي، وبعدين الانتر اكشن هيوري العلاقه مع اللين، وبعدين ديماند سبلاي ستراتش. طيب البيلو فور سورسز انا عندي هنا معدات ابيكسر ومش عارف بعمل حاجه فيلر وعن تيست وبعدين مش عارف ليبلر وبعدين وير هاوس سبيس ومش عارف. المهم يعني ودي العائلات بتاعت المنتجات بتاعت العائله رقم 1 2 3 4 5 بتاخد قد ايه ساعات العيله لما المنتج من العيله واحد تاخد 2.7 من 10 اورز من هنا، وتاخد 1.2 من 10 من فيلر، وتاخد 1.6 من 10 من مش عارف ايه، بتاخد قد كده جالون من مش عارف من سبلاير مش عارف ايه، وبتاخد سبيس قد كده وهكذا. فدي بنسميها بيل اوف ريسورسز على فاميلي ليفل لكل 1000 يونت. طيب اذا لو كان عندي الكميات المطلوبة اهي، يبقى اذا انا لو طلبت يعني مثلا على سبيل المثال الميكسر كان 2.7 من 10، فاضرب ال 20 في 2.7 من 10 يديني 54. الفيلر كان 1.2 من 10، فاضرب ال 20 في 1.2 من 10 يديني 24 وهكذا. وبرضو اضرب ال 20 ديت في كميات في بيلف ريسورس بتاعتها، يبقى اذا لو عشان اغطي كل الاحتياجات ديت من العائلات ديت يبقى اذا عايز الكميه المطلوبه 696 اللي هي تجميع 54 و100 262 والصفر 280. المتوسط بتاعنا ديمونستريت كاباسيتي 484 والماكسيمم ديمونستريت كاباسيتي 621. مثلا لو انا استخدمت مثلا اوفر تايم او ساعات تشغيل او عماله زياده واتيفر اللي انا موجود عندي، يبقى اذا انا بشوف فين الاوفر ريسورسز بتاعتي اوفر لوكيشن بتاعي فين في ضوء الجدول البسيط ده. طبعا ده حاجه بسيطه، لكن ده تطبيق عمل للشركه كانت رفكت كاباسيتي. هبقى اوريكم التطبيق العملي بالتفصيل بقى لما يجي نشتغل على الاكسرسايز. ادي الفوركاست الاولد والنيو، وادي الاكتوال وادي الديفيشن اللي احنا بنقول عليه، ودي عيله، والعيله دي لو احنا عملت كده هتبص تلاقي فرزت بقت كميات فظيعه. كل واحده من كل عيله دي 50 60 ايتم، ودي 50 60 ايتم، ودي 50 60 ايتم وهكذا، ودي السميشن بتاعت الحاجات كلها. الاوبريشن هنا بقى نوري بقى ليه بقى في حاجه اسمها اجريجيشن وديس اجريجيشن. انا هنا دي كلها بكميات منتجات، لكن انا في الخط انا بانتج، انا عندي الطاقات بتاعتي بالساعات ماشي. طيب يبقى انا عندي كم ساعه افيلبل في الخط الاولاني والخط الثاني والخط الثالث؟ ادي الساعات اهي، انا بقول انا عندي هنا الاورز بير داي. انا هنا دي المنتجات، معلش انا مغطي دي الاورز بير داي. هنجيب الكلام ده بالتفصيل بس بسرعه علشان لان دي اسماء منتجات لشركه تخص شركه حقانيه، واخد بالك؟ فلما يجي في الاكسرسايز هنشوف، وهنيجي نشوف كل منتج من دول هنترجمه الى ساعات تشغيل عشان انا هنوريكم المثال العملي. هو انا هقول لساعات تشغيل عشان نشوف في اوفر كاباسيتي ولا اندر كاباسيتي، ونتكلم معانا بعد كده نشوف بعد كده السكات اللي هتحصل وهكذا. اللي انا عايز اقوله بس الهدف من الشريحه دي حاجه واحده بس، ان العمليه مش السيمبل از اللي موجود على بص هنا بس انا موجود اثنين ده مش واحد. ان العمليه مش بالبساطه والسذاجه اللي موجوده اللي احنا بنشوفها في الاكسرسايزز اللي موجوده في السي بي اي ام، دي كلها سذاجه. طيب وهنعمل امثله وهنشتغل بايدنا حاجات كتيره عشان يعني نطبق شغلنا، نبقى احنا جايين راجعين
عارفين ازاي نطبق الكلام ده. الرافكات كاباسيتي لو حد اشتغل على اللين، اللين بيطلع حاجه اسمها بوتل نيك، وبالتالي الرافكات كاباسيتي هتطلع من اللين والبوتل نيك، بينما الديماند هيطلعوا حاجه اسمها تاك تايم من اللين. خلينا بعيد عن دي علشان ما نقعدش نشرح في اللين ونبعد شويه نعمل ديفيشن عليها، بس يعني ايه من الحاجات اللي ايه. وده بقى الكاباسيتي، وبرده نفس الحكايه وبيعملوا كونسنسس على الكاباسيتي بتاعه البتاع. طيب الستيب 4 اللي هي البري اس او بي ميتنج، اللي هي عشان نعمل بالانس بين السبلاي والديماند ونشوف الفروقات ازاي نحلها، وهنشوف الكلام ده ونعمل ونشوف ايه الحاجات اللي هو يجوز كل واحد بقى قاعد متمسك بحاجته في وهم في الشغل، يعني كل واحد حط الشغل بتاعه، فهنشوف ايه الاريا بتاع الديس اجريمنت. طب نعمل سيناريوهات، نثبت حجم الانتاج، نقلل المخزون، نزود المخزون، هتشوف دلوقتي حاجات كتير والكلام ده. وبعدين ايه نحط بقى كل الكلام ده على سيناريوهات معينه نجهزها عشان نحط الاجنده للـ S.O.P. meeting النهائي مع الـ Executive Management. زي ما احنا قلنا انا ممكن يبقى عندي عائلات ومنتجات make to stock، وعندي target customer service level معين، وعندي target finished inventory رقم معين، والتاني make to order، وtarget customer level معين، وtarget customer lead time معين. فإذا انا عايز احط دول كلهم عشان اعمل اوبتمايزيشن. الاكزيكتيف بقى سيلز اوبريشن ميتنج بعمل عايز اتخذ قرار بحيث ان هو يدي اوثرايزيشن للتعديلات اللي احنا هنتفق عليها، وطبعا لازم كل ده يكون مبرور بفلوس، ويحل طبعا المشاكل المعلقه اللي ما قدرناش نحلها مع بعض كفانكشنز كاكزيكتيف فانكشنز، ونشوف البرفورمانس، ونشوف الكي بي ايز، ونشوف لو في عندي حاجات اضافيه حصلت بروجكتس مش عارف ايه. هنا بيديك تواريخ للاجتماعات، فيقول لك preliminary close meeting اللي هو قبل الاجتماع الاخير، يبقى ثالث بزنس داي افتر مانث اند. يعني لو انا خلصت طبعا انا يعني كده معنى ذلك ان في ثلاث ايام ضاعوا، يعني في ثالث يوم عمل بعد نهايه المانث، يعني كانك انت دخلت في قلب المانث ورغم ذلك بتخطط. يعني ايه الريبورتات اللي موجوده او المطلوبه؟ الانكم ستيتمنت والبالانس شيت والكنترول بوك، الاتندنس مين هيحضر، البلانت مانجر والبلانت كنترولر والفاينانشال اوبريشن والاناليست والكي اوبجكتيفز ان احنا نطلع ريزلتس كومبيرنج فوركاست تو اكتوال انفنتوري ليفل اكونت ريسيفبل واكونت بيبل وهكذا. ودي 7 أيام في طبعا انا ده يتحفظ على الكلام ده بعد 7 أيام فاضل ليه في المانس، يا اما بقى بياخدوا المانس 3 أسابيع 3 أسابيع يعني. وبعدين نفس الكلام واقول لك مين اللي هيعمل. طيب الاجنده بتاعت الاكزكتيف ميتنج لازم هنشوف بقى ماكرو بزنس ريفيو، يعني انا بقى بشوف الريفيو العام بتاع كل حاجه، يعني مش ببص على نتائج الانتاج بس ولا نتائج السيلز، لا هنشوف ايه اثرها على خطط المختلفه، خطه المشتريات، خطه اللوجيستكس، خطه الانتاج، السيلز تاسك فورس وهكذا. ونقيم برضو الكومبتيتيفنس، هل دي هتحقق لنا الكومبتيتيفنس ولا لا؟ ممكن حاجه مثلا نقول ايه دي مش كومبتيتيف، تعالوا نهد الكلام ده.
وهنقيس هنا بقى الكاستمر سيرفيس بقى، نشوف الاوتيف بتاعنا بقى ايه لون تايم ان فول، هنشوف برضو النيو برودكتس برضو هل دخلت وايه وضعها واعتمدها ان هو جاي اعتمدها، البروش بالبروموشنز والكامبين هنعتمدها، تشينج ان برودكشن اوف بروكيورمنت ريتس هنعتمدها، سبلاي تشين تشينج سبلاي ريت تشينجز هنعتمده، فاميلي باي فاميلي ريفيو اند ديسيجن طبقا البيزنس بلان والبادجت والاستيميشن. يبقى كل عيله ندرسها واحده واحده عيله عيله. كولكتيف امباكت اون بزنس بلان، الاثر كله على كل ده. طيب هل احنا كده هنحقق التارجت بتاع البيزنس بلان ولا لا؟ وبعدين هنا ريكاب اوف سيجن ميد بقى، يبقى هنا هنعمل زي مينيتس اوف ميتنج كده كل اللي عملناه، ونقول والله احنا في عندنا حاجات عايزين نعملها وفي كريتيك هنشوفها. ماشي. طيب لما نيجي نتكلم عن الاستراتيجية، انا عندي ثلاث استراتيجيات، استراتيجية اسمها ليبل، واستراتيجية اسمها تشيز، واستراتيجية اسمها هايبرد. بدل ما نقعد نقول على الكلام اهي، استراتيجية ليبل ان انا قررت ان انا اقرر ان انا اثبت حجم الانتاج. صحيح الديماند بيزيد وبينقص، لكن انا هعوضه بالتفاوت في حجم الايه المخزون. حجم لو زاد ياخد من المخزون اللي انا كنت ايه، لان انا وانا شغال هنا انا عملت مخزون، لان ادي الانتاج وادي الديماند، فهنا بقى في مخزون، فانا مثبت هنا، واخد بالك ازاي؟ يجي ده يلاقي المخزون ياخده وانا برضه مثبت هنا. انا مش عايز اخلي مكان اجيب مكان اعلى حاجه، لو جبت مكان اعلى حاجه يبقى طول الوقت مش مستغل، ولو جبت مكان اقل حاجه يبقى طول الوقت مش قادر اوقف. فهبدا اعمل حاجه ان انا مثلا اثبت. هاي واحد تاني يقول لك لا انا اقدر ان انا ايه امشي ورا الديماند بتاعي طالع نازل، لان انا حتى لو عملت مخزون جزء المخزون اللي عملته ده لا يتناسب مع اللي هيجي المره الجايه، عايزين احمر وهو انا عامل مخزون ازرق وهكذا. ده مثال عملي عم طبقته في شركه مثلا. انا عملت ان ثبت يعني ادي الديماند اهو ماشي، ثبت وده عملته بالسولفر برضه، وده الحجم اللي انا بثبته وشفته بحيث ان هو يبقى الكونسترنت بتاعه انه اقصى مستوى مخزون ب 20 يوم واقل مستوى مخزون ب 10 ايام، يبقى هو بيلعب في ده. يبقى هنا ده الحل ده يعني من الحلول اللي ممكن تعمل. ممكن انك انت تيجي تعمل بقى هايبرد، يعني حاجة مشتركة مع بعض، انك انت تيجي تثبت لفترة ومثلا تثبت كل ربع سنة تثبتها وبعدين تيجي الربع الثاني تنقصها وهكذا، بسمي هايبريد. يبقى انا عندي تشيز وليفل وهايبريد. واحد بس سألتك ازاي؟ دي لازم نتفق عليها، لان هو ده لما نيجي نشتغل على الاي ار بي سيستم لازم نبقى عارفين احنا هنعمل انهي استراتيجية. Defining requirements, capacity, and the cost. Forecast demands for each period. Determine capacities, regular time, overtime, subcontracting for each period. ودي حتة مهمة قوي. أنت بتتكلم على capacity. What's capacity? Regular time ولا regular time ولا overtime ولا subcontracting. يعني في شركات كتيرة زي مثلا شركات الأدوية في حاجة اسمها toll، يشغل عند الغير أو يشغل الغير. مثلا دي لازم تحطها في الاعتبار. لكن لما تيجي تشتغل وتطبق اي ار بي سيستم وتحط له بس ريجولر تايم، ما تحطلوش ان انا اقدر اشغل اوفر تايم ولا شيفت ولا اثنين شيفت ولا ثلاثه شيفت، ولا ان انا اعمل سب كونتراكتنج اللي هو مثلا طول او غاتبه، او ان انا شركه مثلا ثانيه زي كوكاكولا كان بيشتغل بعدد عماله، عدد العماله هو اللي عادل الانتاجيه، عامل يساوي كام انتاجيه، عامل اثنين عامل وهكذا. فحاجات كتيرة لازم تبقى فليكسبل انك تقدر تطبقها.
determine cost, regular time والovertime والsubcontracting والholding inventory cost والback orders واللayoff والناس اللي هتمشيهم، كل الكلام لازم يتحط في الفلوس. And identify retaining policies، لأن هتكلم على safety stock، والsafety stock ده له بقى قصة طويلة. والمينيموم والماكسيموم برودكشن ليفل، لو كنا عايزين نحط ان احنا نبقى الليفل لحد ما نزيدش ونزيد عن حد معين، ونحطهم كونستنت، وزي نطبقها حتى كمان على الاكسل، وبعد كده نقدر نشوف ازاي نطبقها في السيستم. ديفلوب الترناتيف، نحط بقى سيناريوهات اند كومبيوت كوست اوف ايتش الترناتيف. هنحسب بقى الورك فورس بتاعتها قد ايه، طبعا بقى الفلوس بتاعتها قد ايه، هنحسب الانفنتوري اللي احنا عايزينه قد ايه ومستواه قد ايه، لو كان فيه شورتج هيبقى تكلفه الشورتج قد ايه لو هيحصل، وطبعا ما نفضلش يبقى فيه شورتج. هنشوف بقى لو انا هشتغل تشيسنج يبقى هاير وفاير كل شويه، ولا هعمل اوفر تايم، ولا هعمل ايه، ولا هعمل اوت سورسنج، ولا وات ايفر. يعني هقيس كل ده تكلفه فتره، وبعدين اشوف ده اجمالي ده على مستوى ال 12 شهر عشان اقارن. سيلكت ذا وان ويز ذات ساتسفايد اوبجيكتيف، يعني لازم طبعا لما نيجي نختار يبقى واحده بتبقى باين تقدر انها تعمل بالانسنج بين الديماند والسبلاي، يعني مش ديماند والديماند، ديماند والسبلاي، with the least cost total cost. Evaluate the plan impact on customer service and the human resources issues. شوف اللي الأثر الكلام ده كله على customer service والhuman resources. ما فيش حد عنده أسئلة؟ ألو معاك يا دكتور، معاك يا دكتور، معاك. ما فيش اي سؤال؟ متابعين؟ طيب متابعين. طيب ان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا نحط الاول يعني امثله اكيد، امثله دي الاول هبدا بالبسيط وانا نعقد، يعني ده مثال عن ناخد بقى اوبتمايزيشن، فناخد اوبتمايزيشن، ناخد مثال على اكسل مستخدم السولفر، لو حد يعرف السولفر، علشان نعمل كذا سيناريو ونوريكم سيناريوهات تحصل تعمل ازاي. اول سيناريو تعظيم كميه الانتاج وفي حدود صغرى وكبرى لعدد ايام المخزون. هنعمل كونسترينز ان هو اكبر حجم انتاج معين، واحط ليميتس على الماكسيمم والمينيمم دايز اوف سبلاي. وهنوريكم اهو هنا السولفر اهو. وهوريكم هنا النتائج بتاعتها اهي، ستوك ليفل والبرودكشن بلان وهكذا. وهنا بيديك هنا السيلز ريفينيو، وبرضه المثال هيطلع سيلز ريفينيو والبرودكشن كوست والانفنتوري كوست والمارجن لكل واحده من دول. وبعدين بتحطها على وبعدين هنا بتعظيم كمية الإنتاج وفي حدود صغرى كبرى لمستوى الخدمة السيرفيس ليفل بدل المخزون. وبرضه هنعمل نفس القصة ونفس السيناريو ونشوف برضه الإمباكت بتاعتها. المقارنة المالية بين عدد أيام المخزون ومستوى الخدمة سيرفيس ليفل دايز أون هاند والتارجت 12 مانث ريزلتس سيلز ريفينيو والبرودكشن كوست والانفنتوري كوست والمارجن. المقارنة بين ثلاث احتمالات معينة. ده هنا هنا مثلا في تطبيقات على اس اي بي عنده هنا اوبتمايزيشن بكوست مينيمايزيشن او بروفيت ماكسمايزيشن. وده هنا الكلاود اوراكل كلاود داشبورد بتاعته والانترفيس. طبعا لو انت اشتغلت بسابع يبقى الانترفيس بتاعه مختلف.
وده مثال تاني بالاس اند او بي، هتشوفوا هنا هتلاقي ده مثال ده برضو هنا. يعني انا هوريكم امثله تطبيق على شركه ادويه، وتطبيق على شركه كوكاكولا، وتطبيق على شركه اجهزه منزليه، يعني كذا تطبيق يعني. وده مثلا ده شركات الادويه وتطبيقات عليها. طبعا ده الاوت بوت داتا اللي هي الفوركاست المعدل، والبرودكشن بلان، والانفنتوري ليفل، والدايز اون هاند، والسيرفيس ليفل، والماتيريال الريكويرد ماتيريال سبلاي، والبرودكشن افيلابيلتي، والتوتال كوست. وهنا برضه الداشبورد بتاعته. وبعدين هنوريكم نعمل داشبورد مانيوال للناس اللي هيشتغلوا على ايديهم، وهوريكم الداشبورد بتاعتها. وده بعد الريفرنس، اول ريفرنس، بس في ريفرنس كتيرة تانية انا ما كنتش حاططها. طيب نسأل بقى في اي اسئلة من حضراتكم. انا عارف البتاع محشية، بس ايه ده واجب. الو، معك يا دكتور. تمام، في اي اسئله؟